صباح الخير جميعا، واهلا وسهلا بكم في مستهل اعمال اليوم الثاني لمؤتمر طلبة الدكتوراه العرب. في طبيعة الحال كان اليوم الاول يوم مميز وناجح بدرجة كبيرة اذا كان على مستوى تقديم الابحاث التي عكست جدية وعمق ممتاز، التعقيبات كانت ممتازة، إضافة إلى أن جميع ورشات العمل عكست تفاعل إيجابي ما بين الحضور من الزملاء الباحثين المشاركين أو الباحثين في المركز العربي وأساتذة معهد الدوحة، إضافة إلى طلبة معهد الدوحة للدراسات العليا. كانت بيئة أكاديمية مثمرة وجيدة وإيجابية، واستمرت النقاشات حتى بعيد انتهاء جلسات ورشات العمل. نجحنا في البارحة في عقد 10 ورشات عمل متوازية، قدم فيها نحو 35 بحث، قام أساتذة من وباحثين من معهد الدوحة والمركز العربي بالتعقيب على الأبحاث، كما قام بعض الزملاء الباحثين المشاركين بالتعقيب على أبحاث زملائهم. هذه الجلسة سوف تستغرق قرابة 35 دقيقة. فكرنا أن تكرس هذه الجلسة للتعريف ببعض فعاليات المركز والأجندة البحثية في المركز. سوف يكون لدينا 5 متحدثين يتحدثون باختصار شديد. طبيعة الحال من البارحة لا نستطيع أن نكثف نشاط المركز العربي وفعالياته خلال نصف ساعة أو خلال ساعة، ولكن طلبنا من زملائنا الباحثين في المركز العربي أن يكثفوا مداخلاتهم بحيث أن يعرفوا، أن يقدموا تعريف قليل عن ما نقوم فيه في المركز العربي، الأمر الذي سوف يكون ذا فائدة في لكم جميعا ولنا جميعا في التشارك في أبحاث مشتركة أو في التعرف على النشاطات البحثية في المركز العربي. أدعو الأستاذ جمال باروت، وهو رئيس قسم الأبحاث المحرك الأساسي في المركز العربي، فليتفضل. صباح الخير وأهلا بكم، وتشرفنا بمشاركتكم في هذا المؤتمر. سألخص بشكل مكثف أن العملية البحثية هي الجوهر المحدد لعمل المركز العربي على مختلف أشكالها، سواء كانت مؤتمرات أم إصدارات. والمركز يمتلك بنية مؤسسية فعالة تسمح لهذه العملية أن تكون متكاملة، والقسم يشرف بموجب ذلك على السوية العلمية البحثية لكافة إصدارات المركز ولكافة الأعمال البحثية المشاركة في المؤتمرات أو المرشحة للنشر. نحن عقدنا حتى الآن نحو 70 مؤتمرا، ولأوضح لكم أن طريقتنا تقوم على أن هذه المؤتمرات محكمة بشكل مسبق، بمعنى أننا لا نعتبر أن إقرار المقترح يؤدي تلقائيا إلى المشاركة في المؤتمر، بل تحكم الصورة الأساسية للبحث. ونعتمد في المركز، في ألخص لكم بعجالة، مبدأ الدعم الفني أو ما نسميه داخليا بالتحكيم التوجيهي، وهو يساعد على جودة البحث وعلى سد بعض الثغرات. ولدينا بنية مؤسسية تفاعلية تضم حوالي 1000 أكاديمي في الجامعات العربية والغربية نعتمد عليها في عملية تحكيم البحوث، ولذلك طريقة تحكيمنا لا تشبه إلا على مستوى البنية العامة طريقة التحكيم في بقية الجامعات والدوريات. ويسري ذلك أيضا على
يسري ذلك أيضا على دورياتنا. نحن أصدرنا 4 دوريات إضافة إلى كتاب سنوي هو كتاب استشراف ويعنى بالدراسات الاستشرافية والمستقبلية، وفي هذا السياق أيضا تتكامل عملية الإصدارات مع الفعالية المؤتمرية البحثية لمؤتمراتنا. والإصدارات بشكل مختصر تقوم على النهج الأساسي في المركز المنطلق من جوهر العملية البحثية المتكاملة فيها التي يشرف عليها القسم، تقوم على منهج التحرير العلمي بمعناه الدقيق الصارم. ومركزنا من أبرز المراكز الذي بلور ويطور باستمرار هذه الوظيفة التي تعتبر من أصعب الوظائف بالنظر إلى ما يتطلب ذلك من المحرر العلمي، تكاملية المعارف والدرايات وفي عملية التحرير، وهو يصب أخيرا في مصلحة الباحث كما يصب أيضا في الهدف الاستراتيجي الأساسي وهو ضمان السوية العلمية للمركز. أصدرنا حتى تاريخه حوالي 244 كتابا بين إصدارات عربية وبين ترجمات للكتب المرجعية التي نحرص على أن يكون لها دور مهم بالنسبة للطلاب الجامعيين، ولا سيما السنوات الأخيرة في المرحلة الجامعية الأولى وما بعدها. وتتميز كل أعمالنا، تحدثنا عن الجودة الفنية، تتميز كل أعمالنا بالجودة الشكلية والموضوعية، ونذلل دوما المشكلات التي تنشأ مع كل طبعة جديدة. نحن أصدرنا من الدوريات 4 نحو 83 عددا. وسأختم كلامي بتوجيه دعوة إلى كل منكم للمساهمة في النشر في دوريات المركز وحتى في إصداراته العربية. نحن نرحب بذلك أشد ترحيب، سواء كانت المادة مكتوبة بلغة أجنبية كالفرنسية أو الإنجليزية مثلا، أو كانت مكتوبة بالعربية. ونقدم خدمة أيضا للبحوث الجيدة بأننا نترجمها ترجمة جيدة إلى اللغة العربية في حال كانت باللغة الفرنسية أم باللغة الإنجليزية. ولدينا في هذا السياق مشروع مجلة ستتطور إلى دورية تحمل مبدئيا عنوان المنطقة، تضم بعض المقالات التي نشرت في الدوريات وستكون مفتوحة للمساهمة. إذن خلاصة كلامي، نحن نعتمد التحكيم التوجيهي والذي يقوم على الدعم الفني الملموس الحقيقي للباحث الذي يقدم ورقة بحثية إلى المركز، وعلى التحرير العلمي في إطار رؤية استراتيجية تستهدف مسبقا رفع سوية البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعات العربية، وأن يتمكن الباحث العربي من أن يحتل موقعه على مستوى الخريطة الأكاديمية للإنتاج في مجال هذه العلوم. أهلا وسهلا، والمركز مفتوح لكم. شكرا جزيلا أستاذ جمال. أدعو الآن الدكتور مروان قبلان. طبعا الدكتور مروان قبلان هو باحث قبل كل شيء في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وهو مدير وحدة تحليل السياسات، وهذه الوحدة من أكثر الوحدات ديناميكية لأنها تتعامل مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، وتقوم بعقد ندوات ومؤتمرات في موضوع السياسات والعلاقات الدولية. تفضل دكتور. شكرا دكتور محمد. مرة أخرى أرحب بكم زملاء في المركز العربي، وأنا باختصار شديد سوف يعني أقول ما تقوم به وحدة تحليل السياسات من نشاطات. طبعا وحدة تحليل السياسات في المركز العربي هي كما تمت الإشارة إليه بالأمس في الكلمة الافتتاحية،
هي تقريبا مثل تينك تانك المركز العربي، هدفها الأساسي هو ملاحقة أو متابعة الشؤون والأحداث الراهنة في المنطقة العربية والإقليم والعالم. نشاطاتها تنقسم إلى قسمين أساسيين: أوراق تحليلية تقوم بإعدادها على شكل تقديرات موقف أو تقييم حالة أو تحليل سياسات، وهذا يمكن أن تجدوه على موقع المركز العربي. بعضها ينشر باسم المركز، وهذا يعني أنها تعبر عن رأي المركز في قضية راهنة عربية أو إقليمية أو دولية، وبعضها ينشر باسم الباحث الذي قام بإعداد هذه الورقة. الجزء الآخر من نشاط وحدة تحليل السياسات مرتبط بمجموعة الندوات والمؤتمرات التي تقوم الوحدة بتنظيمها، وهذه أيضا تقسم إلى قسمين: ندوات طارئة يعني نقوم بتنظيمها بناء على حدث أو تطور معين يستدعي منا أن نقوم بدراسته، وبناء عليه يعني نقوم بدعوة مجموعة من الباحثين المختصين أو المهتمين بهذه الظاهرة إلى الحديث عنها فيما يشبه يعني جلسات العصف الذهني. آخر هذه الندوات التي قمنا بإعدادها كانت ندوة المتعلقة بقرار رئيس ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، ممكن تشوفوا على الموقع التقرير الخاص بهذه الندوة. هناك نوع آخر من النشاطات التي تكون مقررة سلفا، بمعنى مؤتمرات التي تعقدها وحدة تحليل السياسات، ولها عادة يعني مؤتمرين، تعقد الأول في شهر 5 من كل عام، ونطلق عليه اسم سلسلة مؤتمرات العرب والعالم، والتي تتناول علاقة العرب بدول إقليمية ودولية كبرى أو مهمة تعنينا دراسة علاقة العرب بهم. وقد نظم المركز حتى الآن مؤتمرات درست علاقة العرب بتركيا، علاقة العرب بإيران، علاقتهم بالولايات المتحدة، بروسيا، بالصين، وإن شاء الله في شهر مايو القادم سوف يكون لدينا المؤتمر الأخير في هذه السلسلة، وهو مؤتمر العرب والهند، ويمكن إن شاء الله في العام القادم أن يكون موضوعنا في هذه السلسلة العرب وأمريكا اللاتينية. المؤتمر السنوي الآخر الذي تعقد وحدة تحليل السياسات هو منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، إن شاء الله في شهر ديسمبر، وهو يعقد في ديسمبر من كل عام في الأسبوع الأول من ديسمبر، في ديسمبر من كل عام. والدورة القادمة ستكون هذه الدورة الخامسة، وعادة يتم انتقاء موضوع معين يتم دراسته وتناوله في منطقة الخليج. منتدى الخليج على امتداد السنوات الخمس الماضية باعتقادي تمكن من أن يفرض نفسه باعتباره واحد من المنتديات الفكرية والأكاديمية الأهم ربما في المنطقة العربية وحتى على مستوى عالمي فيما يتعلق بدراسة منطقة الخليج، لأنه خصيصية هذا المؤتمر، يعني تعرفوا منطقة الخليج هي منطقة تحظى باهتمام عالمي كبير نتيجة الاحتياطات النفطية والغازية الكبيرة الموجودة فيها وموقعها الاستراتيجي وحالة التنافس الإقليمي الشديد عليها. لكن معظم الدراسات التي تتناول هذه المنطقة هي دراسات عادة تكون يعني مصدرها إما مراكز أبحاث أو جامعات أجنبية. نحن في منتدى دراسات الخليج قلبنا الآية وجعلنا كل الدراسات أو معظم الدراسات المتصلة بهذه المنطقة تتم من داخل المنطقة، بمعنى هم عبارة عن باحثين إما خليجيين أو عرب يبحثون في شؤون منطقة الخليج العربي. في الدورات السابقة طبعا تناولنا جملة موضوعات حقيقة غاية في الأهمية أعتقد فيما يتعلق بمنطقة الخليج، منها الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا كان موضوع الدورة الأولى. ثم تناولنا موضوع التعليم في الدورة الثانية، تناولنا موضوع الإعلام في الدورة الثالثة، ونتناول إن شاء الله في الدورة القادمة التحولات الاجتماعية والقيمية في منطقة الخليج العربي. تقريبا هذا باختصار شديد أهم النشاطات التي تقوم بها وحدة تحليل السياسات. والحقيقة أقول يعني
أنه بسبب نشأة المركز بوقت متزامن تقريبا مع انطلاق ثورات الربيع العربي سيطرت على الأجندة البحثية لوحدة تحليل السياسات القضايا السياسية، في حين أنها يجب أن تركز على قضايا سياساتية أيضا. لكن كما ذكرت نتيجة الظرف العربي تقريبا كان معظم التركيز على القضايا السياسية، لكن من خلال منتدى دراسات الخليج وإذا لاحظتوا من خلال الموضوعات والعناوين التي طرحت تقريبا كان معظم التركيز على قضايا سياسية، وبعتقد خلال الفترة القادمة سيتم التركيز أكثر على هذا الجانب. وكما دعاكم الأستاذ جمال للمشاركة والكتابة في مجلات المركز أو دوريات المركز العربي الأحرى، أيضا أنا من جهتي أدعوكم يعني لمن لديه أي إسهام في قضايا عربية راهنة تجري حاليا وهي كثيرة طبعا كما تعرفون، فوحدة تحليل السياسات يعني لديها كامل الاستعداد، بالعكس نرحب نحن ونشجع الباحثين العرب الشباب على أن يرسلوا لنا بأوراقهم لوحدة تحليل السياسات، وسوف نكون بالتأكيد مستعدين لأن نقوم بنشرها. وشكرا جزيلا، هذا ما لدي، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا دكتور مروان. الآن أنا بدعو الدكتورة دانا الكرد. I'm just going to speak more about the Arab Opinion Index. It was talked about yesterday at the presentation as well. And just some challenges that we face as well as future prospects for research. And I'm a little bit crunched on time, so I'm going to, because we had a late start this morning, so I'm going to cut out some things, but people can talk to me afterwards and, you know, ask any questions. So the Arab Opinion Index is an Arab-led public opinion survey coming out of the Arab Center, and it's conducted in 12 to 16 countries like we discussed yesterday, and we usually have between 16,000 and 18,000 respondents. And we try to develop a battery of questions that are relevant to our context and region through an iterative process of pilot surveys, focus groups, and in-depth interviews. So even though we know that a lot of surveys have an interest in the Middle East and have an interest in many of the same topics, we don't, you know, just copy-paste their questions and translate them into Arabic. We try to take their conceptual decisions into account and keep abreast of the literature, but we try to generate our own questions. So I'm going to talk a little bit, just very quickly, about some of the challenges we face with the Arab Opinion Index, one of which is the fact that there's active conflict zones in the Middle East, which makes it difficult to not only conduct surveys in some of these countries, but also get an accurate and representative sample in these countries. So, for example, in the case of Iraq, when ISIS took over large swaths of territory, if we're going to run a survey in Iraq while disregarding that segment of the population that exists in those areas, it's not a very representative sample, not to mention the difficulties of actually doing a survey in Iraq. So what we did was we ran a second survey for displaced persons coming out of that area to make up for that that issue. The Yemen case is another question where, because of the civil war, we have mixed administrative units with certain people living under Houthi rule and other people, you know, living under other militias or government rule. So there's always these issues that we have to contend with, as well as the ethical issue of sending enumerators to at-risk areas. The second question we struggle with is that we're conducting surveys in non-democratic contexts. So obviously our respondents don't really have any confidence in anonymity. And we found that obviously their actual opinions are elusive through direct questions. So you can ask somebody like, what do you think of the president? Or what do you think of democracy? But it's not, they're not, you know, there's a lot of preference falsification. So the example of democracy here that I use, when you ask somebody about whether or not they, you know, want democracy or they prefer democracy, their direct answer might be kind of a snapshot of their feelings at that time, or they might be falsifying their preferences because of repression. So to understand holistically, we try to focus on underlying mechanisms. So we ask questions about like their perceptions of social cohesion or polarization or their trust in institutions, other institutions, rather than the straightforward question alone, so that we can kind of adjudicate that. So some lessons that we've had because of the context of authoritarian regimes is that when we ask about satisfaction with services or economic policy, it's actually a more accurate assessment of satisfaction with government. Now, we still ask that direct question, but you always have to kind of take that in conjunction with other indicators. And we also always have to analyze these things concurrently with the context of the case. So, for example, in Egypt, how do you know who really supports the government versus who may say they support the government? You have to kind of take into consideration their perception of security or insecurity so that you can kind of
you know, adjudicate between who's actually, you know, supportive of the regime. The third issue we face is socially sensitive questions. So we have, you know, questions on terrorism or sectarianism are often very sensitive, obviously, and concepts which are neutral in some countries are not so neutral in others. So like you can maybe ask about Palestinian identity, but less so about Iraqi identity. So we always have this difficulty of posing questions neutrally without leading the respondents in a particular direction, especially if you want kind of a uniform survey. So the example I use here, I think I might skip quickly through this, is the sectarianism example. So we have a battery of questions on sectarianism, which to develop, we did a lot of focus groups and pilot surveys, and we finally went with our eighth round of testing. But we feel that it's allowed us to kind of go beyond some of the survey analysis that exists in the literature on sectarianism. And what we found, just very briefly, using our battery of questions, that is that different groups are aggrieved along the same lines in many countries. So when we look at, say, like Sunnis and Shias in Iraq, they actually have similar opinions of government services, and they have similar opinions regarding democracy, but they differ only perhaps on their methods of participation. So using this kind of data, we can begin to understand what sectarianism means in real terms and along what lines. So that's the way you can kind of use survey analysis to further research on these things. Now, I have some slides on the results, but I think I don't have time to go into them very quickly. But just to say that satisfaction across most groups does not differ that much except for unemployment and living standards for the poor. So Sunnis and Shias both gauged their government along the similar lines in Iraq. I could talk more about this, but because we're a little bit crunched on time. I also, like I said, these questions can also help us ascertain where people do differ. So there's stark differences in how they perceive the government and its policy towards terrorism, for example. So for someone familiar with the Iraq case, this comes as a little surprise, but we feel that it's important to actually get an empirical assessment of where these differences lie. Finally, speaking very fast to get through this, So our final challenge is assessing our impact, given our regional context and given the fact that we're facing growing restrictions on our work. But, you know, it's enough of a success, I think, to survive in this environment and continue to run our surveys. And we also think we're doing a pretty reasonable job at disseminating information to policymakers and the public. So we release reports on the Arab Center website. And we have a section in Siyasat Arabiya, which is the Arabic political science journal. You can find it outside. That is focused on the Arab Opinion Index, small little sections on whatever current event or whatever new survey data we have at that time. And finally, we also feel it's important to keep a public record of Arab public opinion throughout the years because, you know, public opinion matters and the opinions of people on the ground matters. So in that sense, we feel like this is a fruitful project. And finally, we think that the index can have a big impact at the theoretical level for those who are interested because it gauges problems facing the region which lead to phenomena like ISIS or sectarianism, but by focusing on those underlying mechanisms, like I said earlier. But at the same time, of course, we also do try to analyze what's happening in the region in real time. So we'll have, you know, sections on current events. So in the last survey, we have some questions on like the GCC conflict. So in that way, we kind of try to balance those two things. And finally, I think probably this is the most important for all of you, is that we're releasing a dashboard soon. It'll be released on the Arab Center website, like a beta. And basically all the data from 2011 to 2017 will be available on that website. And it's an interactive dashboard, and we have three different versions, so you can look at the data differently. Now, I do have a link to it, but I'm afraid because like I'm technologically inept and it's still being built, so I'm afraid that like questions will be turned off. So what I did was I took screenshots. So this is the first dashboard, which looks at a single question over time and over particular demographics. So what you see is like age, gender, educational level. And you can, at the right-hand side, you can switch between, you know, if you want to look at the urban population versus the rural, if you want to look at certain countries, certain education levels. And like I said, it's interactive. So when you're changing, the dashboard will change like as you do it, so it's toggling. The second dashboard looks at a year-by-year comparison. So you can always restrict the country. Here I've restricted it to Palestine, but you can also restrict between years, you know, whatever is most interesting to you. And finally, the last dashboard allows you to look at and compare two questions at the same time. So if you, for example, in this snapshot, if you think economic grievance, which is the main selected question, has an effect on trust in government, which is the second
the secondary question, you can look at how these questions relate to each other. And so this is all going to be, you know, up on the website soon. I'll send out a link as soon as we have it, and it'll be very useful to people who either want to add quantitative analysis to your work, or that's actually your work, or even people who are just interested in public opinion generally. So just to conclude, we think that our comparative advantage over other surveys that exist is that we create measures that capture underlying persistent problems in the Arab world, and we don't just look at, you know, current events, opinions of which might change quickly. And we do release reports and the dashboard to provide access to our data. So thank you very much for the very quick presentation, and let me know if you have any questions. شكراً دكتورة دانا. كان بيحكي الدكتور عزبي مبارح في مداخلته أنه فعلاً عمل استطلاعات الرأي في المنطقة العربية خلال الفترة هذه زي عمل نضالي. ودانا وضحت الأشياء اللي لها علاقة في الخطورات الأمنية، في عمل استطلاعات في مناطق النزاع، وفي عمل استطلاعات في ظل الدول التسلطية اللي الأجهزة الأمنية بتقود البلدان وبتحاسب الناس. بس احنا ملتزمين انه نبقى نعمل استطلاعات الرأي، لانه زي ما حكت بالضبط الدكتورة دانا انه رأي المواطنين في المنطقة العربية مهم، ومهم انه ينشر وانه يعبر عن آرائهم اتجاه قضاياهم. الآن بدي أطلب من الدكتور محمد العبيدي أنه ينضم لنا. أسعد الله صباحكم. في هذه العجالة سأتحدث عن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وهو أضخم مشروع عربي في مجال اللغة العربية. وكما تعلمون أن كل اللغات العالمية الحية المعروفة لها معاجم تاريخية، واللغة العربية هي الوحيدة بين هذه اللغات التي لا تملك هذا النوع من المعاجم. قبل أن أتحدث عن شيء من التفاصيل في هذا الموضوع، أشير إلى مسألة مهمة وهي مفهوم هذا المعجم. المعجم التاريخي للغة العربية هو معجم يسجل تاريخ ألفاظ اللغة العربية وتراكيبها منذ ولادتها، ويرصد تحولاتها الدلالية والبنيوية على مدى التاريخ من أول استعمال إلى آخر استعمال. طبعا بالنسبة لمعجمنا بدأ، يعني وصل أقدم نص مكتوب وصل إلينا كان بتاريخ 403 قبل الهجرة، أي من القرن الخامس قبل الهجرة. ونعتمد أيضا على ما يسمى التأثيل بجمع النظائر السامية من اللغات السامية، وأيضا هناك عمل على النقوش العربية القديمة. فإذا هذا عمل كبير وكبير جدا. بدأت فكرة المشروع عام 2011، لكن المشروع أطلق في 25 في 25 من مايو سنة 2013. وتبنى المشروع أستاذنا الدكتور عزمي بشارة وتحمس له، وما زال هو المدير العام لهذا المشروع. وكما ترون هذا تصميم يمثل الهيكل الإداري للمعجم ابتداء من المدير العام. وهناك لدينا مجلس علمي مشكل من كوكبة من العلماء والمعجميين العرب من مختلف الدول العربية، وهناك طبعا المدير التنفيذي ونائب المدير التنفيذي والهيئة التنفيذية بدوائرها المختلفة. منظومة العمل، طبعا العمل المعجمي هذا يقوم أولا على إعداد بيبلوغرافيا شاملة لكل ما كتب وألف في التراث العربي، وبعد ذلك هذه البيبلوغرافيا تفهرس وتنظم وتحول إلى مدونة نصية قابلة طبعا مفهرسة قابلة للبحث وفيها شيء من التوسيم. ثم بعد ذلك تهيئ الحزم الاشتقاقية بحيث تفرز الجذور العربية مع جميع الألفاظ المرتبطة بها والسياقات المرتبطة بها مرتبة ترتيبا تاريخيا. ثم لدينا
المراجعة المعجمية، فالتدقيق، فالتحرير، فمراقبة الجودة، فالتحكيم، فالنشر، ومن ثم تعرض المواد على واجهة أو على البوابة الإلكترونية. طبعا هذه الشاشة تعرض طريقة العمل في المعجم. هناك فرق معالجة في أكثر من 13 بلدا موزعة على أنحاء الوطن العربي، فيها فرق معالجة مختلفة، أكثر من 17 فريقا، لكل فريق منسق، وهناك متابع أيضا من هنا من المركز، وعندنا أيضا في التدقيق منسق للتدقيق، ولدينا عدد من المنسقين من البلدان العربية المختلفة، ولدينا مستوى آخر يسمى مستوى التحرير، ومستوى التحرير كما سأذكر لاحقا سأشير إليه، أيضا فيه فرق تعمل على تحرير الجذور المعجمية والمواد المختلفة، ثم بعد ذلك تصل المواد إلى مستوى مراقبة الجودة للتحقق من جودتها وصلاحيتها للنشر، وتخضع أيضا في أثناء ذلك للتنميط وتكون جاهزة للنشر. طبعا هذا مقطع من شكل المعجم أو المواد كما ترون. لدينا هناك اللفظ، واللفظ طبعا هناك تاريخ أولا، ثم اللفظ، ثم التعريف، والشاهد، والمستعمل، والتوثيق. هذه تسمى جذاذة معجمية. نعم، الوقت ربما لن يسمح، إذا بقي وقت سأترك الأمر. إن شاء الله سترون نماذج قريبا جدا على البوابة الإلكترونية التي ستظهر. طبعا الوقت المتاح لي قليل، ولذلك اسمحوا لي أن أستطيع أن أتوقف كثيرا. طبعا لدينا خدمات معجمية متاحة للعاملين في المعجم. أولا الدليل المعياري للمعالجة المعجمية، ويتضمن جميع الضوابط والإجراءات التي يحتاج إليها الذي يعمل في هذا المشروع. لدينا وثيقة تحرير تواريخ استعمال الشواهد القرآنية، كل آية قرآنية مربوطة بتاريخ معين. وثيقة الخدمات المقدمة في المنصة الحاسوبية، وفيها دليل لاستعمال المنصة الحاسوبية التي سأشير إليها لاحقا. ولدينا مصادر الببليوغرافيا مخدومة ومرتبة، وهناك أيضا خدمات أخرى مختلفة على المنصة. هذا الشكل يوضح شاشة العمل، وهذا في مستوى مراقبة الجودة، مستوى الإشراف، نطلع منه على كل المستويات. كما ترون في هذا المكان لدينا عمل المعالج وعمل المراجع وعمل المدقق. أنا أستطيع أن أدخل إلى كل عمل على حدة وأقارن بين جميع الأعمال المختلفة لأستطيع أن أقيم طبيعة العمل. في الجهة الأخرى من الشاشة نجد طبعا السياقات مرتبة وفق التاريخ، مع بيان الوثيقة التي وردت فيها والمؤلف والتاريخ إلى آخره. طبعا هذه واجهة الجذاذ المعجمية التي يقوم بتعبئتها المعالج، ويطلع عليها بعد ذلك المراجع وغير ذلك. وفيها كما ترون يعني من اللفظ إلى الوسم، إلى تحديد كون اللفظ مركب أم مبنى جديد أم معنى جديد، أم إلى كل هذه الخدمات المختلفة. هنا هذا منظر يوضح ما نسميه نحن الفروع، وهو الصيغة الصرفية لكل جذر من الجذور. هنا ترون لوحة جذور جهد، فروع الجذر جهدة، عدد السياقات فيه 8071 سياقا، عدد الفروع 25 فرعا. وهنا تجدون أيضا عدد الجذاذات الموجودة، ولدينا جذاذات خاصة بالقراءات القرآنية. هذه اللوحة تمثل مسار العمل في أولا الببليوغرافيا وطريقة العمل عليها، ثم المدونة وطريقة العمل عليها ومستوياتها، ثم أيضا المنصة الحاسوبية ومستوياتها وطريقة العمل عليها، ثم بعد ذلك واجهة النشر أو البوابة الإلكترونية.
هذه لقطات من البوابة الإلكترونية التي ستظهر إن شاء الله قريبا، إن شاء الله خلال أشهر قليلة، ربما قريبا جدا. هذه واجهة البوابة الإلكترونية، تتيح شيئين أساسيين، الأول هو تصفح مواد المعجم، والثاني هو البحث في المعجم بخدمات مختلفة. طبعا هناك بحث عادي وبحث متقدم. طبعا هذه المنظومة التي بنيت عليها البوابة الإلكترونية من بداية العمل على المعالجة إلى نهاية خروج المواد وما سميناه خط الإنتاج. طبعا هنا فقط بشكل سريع أطلعكم على ما أنجز حتى اليوم من حيث المعالجة. عولجت نحو 100,000 جذاذة معجمية، وهي خاضعة للتحرير ومراقبة الجودة. نتوقع إن شاء الله في نهاية العام أن ننشر مواد المرحلة الأولى التي تمتد من القرن الخامس قبل الهجرة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة سنة 200 هجرية. طبعا هذه المنصة الحاسوبية تعرض الخدمات المختلفة. هنا نجد مثلا عدد الجذور التي عولجت 6,937، وعدد الجذاذات التي عولجت 98,094 جذاذة، وهكذا. هناك إحصائيات توفرها المنصة وهي متجددة بشكل دائم. هذه تعرض دوائر العمل، وهنا فرق المعالجة المختلفة، وهنا نجد الحزم الاشتقاقية أو الجذور التي تعالج. طبعا هذه الجذور نستطيع أن ندخل إلى أي جذر من الجذور، وهي تعرض كل الذين عملوا على أي مادة من المواد. هذه المادة كما ترون ندخل منها إلى أي مكان، مثلا هنا بعث، ونستطيع أن نطلع على العمل. هذه الجذاذات هناك على يمين الشاشة المعجمية، وفيها خدمات مختلفة. أنا إذا أردت أن أنظر في سجل الجذاذة كما عمل عليها كل الذين أنجزوها، ستظهر هنا هذا عمل المعالج، ثم عمل المراجع، ثم عمل المدقق، ثم عمل القارئ المحرر، وأستطيع أن أصل إلى مقارنات مختلفة. هناك بالنسبة للتحرير فقط سأختم الحديث عنه. التحرير لدينا الآن 10 فرق تحرير، في كل فريق 7 من المحررين، وهم ينتمون إلى بلدان مختلفة، وإن شاء الله ترون العمل جيد. طبعا الذين يعملون معنا في المعجم يعملون بشكل جزئي وبنظام الجذاذة، وهم ينتمون إلى مختلف الجامعات العربية، ونتوقع في المستقبل إن شاء الله أن يتيح المعجم مجالا لكل المختصين باللغة العربية أو المهتمين بها. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا للدكتور محمد العبيدي. طبعا المعجم سوف تكون البوابة الإلكترونية متاحة خلال بضع أشهر، لكن هذا عمل زي ما أشار، هذا عمل زي ما بسموه grass root work، موجود في ممتد في كل العالم العربي، خلقوا network وهنالك إنجازات على الصعيد التكنولوجي، بالإضافة إلى ما سيقدمه من تعريفات للمفردات العربية عبر الحقب الزمنية المختلفة. الآن الدكتور أحمد حسين، الدكتور أحمد حسين سوف، الدكتور أحمد حسين هو أحد باحثي المركز العربي، وهو مدير تحرير دورية سياسات عربية. الدكتور أحمد حسين سوف كل هذا المنتج البحثي في طريقة للوصول outreaching لإله وهو مستلمه، وإحنا يعني مش بالصدفة إنه يكون اللي مسؤول عن هذا الموقع وعن هذا العمل كله للoutreach إنه باحث، لأنه بالآخر إحنا منتجنا بحث وعمل بحثي. أقدم يعني كمان بشكل مختصر موضوع النوافذ الإلكترونية
للمركز العربي ومنصات التواصل الاجتماعي التي تستخدم طبعا للنشر وترويج المنتج المعرفي اللي قدموه الدكاترة قبل شوي، سواء من دائرة الأبحاث أو من وحدة تحليل السياسات أو المؤشر العربي. طبعا بالإضافة إلى موضوع شبكات التواصل يلي هي نافذتنا للتفاعل وتلقي الردود من قبل المستخدمين. طبعا قام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤخرا بإطلاق موقع جديد بيتضمن تحديثات على الشكل والتصميم، طبعا إلى جانب تبويبات متنوعة بتساهم في خدمة عملية البحث العلمي للباحثين والطلاب المهتمين بالعلوم الاجتماعية والإنسانية. طبعا الموقع الجديد بيقدم لزواره تجربة فريدة في من ناحية تصفح سهل لمجموع إنتاجاته المعرفية والبحثية في السنوات السبع الماضية، إذ يحتوي الموقع على قاعدة بيانات كبيرة في كافة المجالات والحقوق والحقول المعرفية في العلوم الاجتماعية والإنسانية. وقد تم تصميم محرك البحث الخاص بالموقع ليكون بمثابة موظف مكتبة يقدم لك الإجابة السريعة عن العنوان الذي تبحث عنه من خلال كتابة كلمة البحث. مثلا إذا كتبنا كلمة إنسان مهتم في موضوع الديمقراطية، مهتم في الأحداث الأخيرة اللي تدور في سوريا مثلا، إذا كتبنا موضوع الغوطة في محرك البحث بطلع لنا نتائج بحثية وين وردت هاي الكلمة، سواء كان في تقديرات الموقف اللي بتشتغل عليها وحدة تحليل السياسات أو تقييمات الحالة أو الدراسات اللي صادرة عن دائرة الأبحاث. وإذا دخلنا نحن مثلا نبحث عن موضوع معين مثل الديمقراطية اللي هو أوسع وأشمل، كمان هذا الشيء بوفرنا قاعدة بيانات واسعة سواء كان دراسات أو فينا نروح على التقرير الأخير للمؤشر العربي لنحصل كمان على داتا واسعة بتخدم البحث. شو اللي فينا نحن ممكن نطلع عليه من خلال الموقع الإلكتروني إذا دخلنا الموقع الإلكتروني الجديد؟ في عنا زي ما ذكرنا هو موضوع تقدير الموقف، تقييم الحالة، تحليل السياسات، وعنا ملفات وتقارير ومقالات رأي بالإضافة لدراسات كلها. طبعا ما ينشر على الموقع هو محكم ودراسات علمية فقط بالإضافة إلى مراجعات الكتب. بالإضافة طبعا مؤخرا قمنا بإطلاق بشهر 8 إطلاق 4 مواقع إلكترونية أو 5 مواقع إلكترونية فرعية للمجلات الخمسة أو المجلات الأربعة زائد الكتاب السنوي اللي هو يعنى بدراسات المستقبل استشراف. وبدأنا مع مجلة سياسات عربية. طبعا هذه الويب سايت هذا فيه عمليا كل الأعداد السابقة، ونتيجة رسالة المركز بفتح المعرفة للجميع خلينا كل الأعداد متاحة للتحميل، يعني أي إنسان بيستطيع يدخل على موقع المجلة بحمل كافة الأعداد السابقة. قمنا بحجب فقط آخر 3 أعداد لاعتبارات تتعلق بموضوع يعني أنه نحن نعمل ترافيك على الموقع الإلكتروني. وزي ما نبين هون هاي صفحة مثلا موقع سياسات عربية فيها هذا العدد الأخير، بإمكانك أنت مثلا من تحميل المادة تحصل على المواد السابقة من 2013 تاريخ إصدار المجلة انتهاء بعام 2018 والأعداد الأخيرة. في حال فاتك مثلا حضور أي فعالية من فعاليات المركز، نحن مباشرة بنقوم بتنزيل أخبار عن الفعاليات اللي بيعقدها المركز بالإضافة لفيديوهات موجودة على قناتنا على اليوتيوب وأخبار مطولة بالإضافة لتقارير شاملة عن الفعاليات التي يعقدها المركز بشكل دوري. كيف فينا نحصل نحن على هاي الإصدارات؟ دخلنا نحن على الموقع، أنا ممكن أشوف كتاب، كيف بدي أحصل على هذا الكتاب؟ في عنا نحن المتجر الإلكتروني يلي من خلاله فينا نحصل إما على نسخ ورقية أو نسخ إلكترونية. بالإضافة إنه في شيء جديد، صارت كل كتب المركز حاليا تتوفر على موقع أمازون، حتى بإمكانك تدخل على موقع أمازون تكتب اسم الكتاب اللي تحتاجه بيوصلك من خلال هاي القناة. وجودكم حتى هون يعني نحن نتيجة هذا التفاعل كمان إيميلاتنا موجودة وموقع المركز موجود، بإمكانكم في حال بحاجة لأي مادة علمية تخدم البحث التواصل معنا فيها. كيف نحن طبعا نوصل للموقع؟ في 3 طرق، هي موضوع أنه نكتب الـ URL تبع الموقع الإلكتروني على محركات البحث أو بالاشتراك بالنشرة الدورية. هون أنا بشجعكم للدخول على الموقع والاشتراك بالنشرة الدورية للمركز، وراح توصلكم الرسائل بشكل دوري عن فعاليات أو الدراسات أو الأحداث اللي يعني بيقوم فيها المركز. بالإضافة للقناة الثالثة هي شبكات التواصل الاجتماعي، ما بتعرفوا كلياتنا هلا عندنا حسابات فيسبوك أو تويتر
أو إنستغرام أو تيليجرام. فنحن متوفرة طبعا على كل شبكات التواصل الاجتماعي خدماتنا لخدمات المركز العربي. فكمان بإمكانك تعمل لايك على صفحة الفيسبوك أو فولو على التويتر لتوصلك الأخبار بشكل دوري والفعاليات بشكل دوري. ونحن بنحرص دائما أنه ما يكون في سبام، ما يكون في إزعاج للمستخدم من خلال الرسائل اللي بتوصل بشكل دوري. بنركز دائما على أنه تكون عندنا بوستات قليلة مركزة فيها مواد علمية بتفيد مجتمع الباحثين. بالإضافة لموضوع النشر والمشاركة، يعني الدكتور مروان والدكتور جمال حكوا على موضوع المشاركة البحثية. طبعا بإمكانك من خلال الضغط على موضوع المشاركة البحثية كيف فيك تقدم مساهمة، سواء عن طريق الموقع لدائرة الأبحاث بتوصل أو عن طريق المجلات. بكل مجلة في التعريف كامل للمجلة وموضوعها، بالإضافة لآلية إرسال المواد للمواقع الإلكترونية اللي بتخضع زي ما ذكرنا لموضوع التحكيم. بالنهاية يعني هذا الجهد طبعا في ناس موجودين هون بيقوم في فريق أنا بحب أشكره اللي هو فيصل ساولي ومنى هداية وإبراهيم عبد الجواد، وعلى الموقع الإنجليزي طبعا بنسخة الإنجليزية في عبد الهادي عياد وأبي لويس ومؤخرا تانية هاشم. شكرا كتير. شكرا شكرا جزيلا دكتور دكتور أحمد. يعني هذا باختصار المركز العربي، هذا ما يقوم بالأبحاث، بتعرفوها يمكن التواصل، وكما أشار دكتور أحمد المعرفة للجميع. احنا كتبنا إصداراتنا معروضة برا وفي متجر أو بوكستور صغير في الطابق الأول من المكتبة للي بيحب يشوف الإصدارات أو بحب أنه يقتني إصدارات المركز العربي. بشجعكم أنكم تزوروها. زي ما أشار الدكتور أحمد، إحنا بجوز كنا أول مؤسسة أكاديمية عندنا كتاب إلكتروني عربي. الآن أمازون قبل 6 أشهر بلشوا الكتاب الإلكتروني، كنا برضو أول مؤسسة عربية بنشترك أو بنوقع اتفاقية مع أمازون بحيث أن تتاح الكتب الإلكترونية اللي بيصدرها المركز على موقع أمازون، وهي موجودة على موقع أمازون. استفيدوا من هذا الجهد البحثي الأكاديمي الجاد اللي عم بنتجوا باحثين في المركز العربي أو زملائنا وشركائنا الموجودين في بلدان عربية مختلفة. احنا ملتزمين بالاستمرار بالعمل في البحث الأكاديمي الجاد أو البحث العلمي الجاد، ودائما بنوسع هذا الشيء. خلال يعني أسبوع أو 10 أيام سوف تكون دورية المنطقة اللي هي دورية باللغة الإنجليزية وبقوم عليها زميلنا الدكتور لؤي متاحة، وعملناها open access على جي ستور. قريبا يعني خلال عدة أشهر بيكون في عنا موقعنا باللغة الفرنسية، الموقع الإلكتروني باللغة الفرنسية. احنا مستمرين في هذا العمل، والرجاء انه تستفيدوا فيه واعطونا فيدباك وتعاونوا معنا. الدكتورة دانا بدها تعمل اعلان. الGov Politics Working Group رح يكون فيها سيشن بكرة اضافية، زميلنا جهاد رح يقدم بكرة مش اليوم، بس اللي مهتم انه يشوف ورقته. وتاني اشي PhD Roundtable اللي هي موجودة في الجدول، هذه مش لإلكم، هذه لطلبة معهد الدوحة. فيعني لو انتم مهتمين انه تيجوا تشاركوا معهم وتحكوا لهم عن يعني الاكسبيرينسز تبعتكم في التقديم على PhD programs او هيك اشي، يعني you're more than welcome, but I don't want you to feel obligated to come to that event. It's more for the Doha Institute students. Okay, that's it.